اهلا زوينه ديالي، كدايره لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا 555. اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله بصحه جيده. هذا الفيديو اول حاجه غادي نبدا بها وهي ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها وي ام، الله يرحمها وعزانا من عزاء الوالدين ديالها. الله يصبر الوالدين ديالها وكاع العائله ديالها. صراحة أنا ما سقتش الخبار، حيت اليوم ما شعلت التلفازة ما شعلت يوتيوب. وصلني ميساج من واحد الأخت نسيت الاسم ديالها في سناب شات. كنشكرك بزاف على هذا الإعلان اللي عطيتيني، ما فراسيش. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكل نفس ذائقة الموت، والله يرحم جميع الأموات. الحمد لله. اللي بغيت نقول لكم اليوم، جبت لكم روتيني المسائي اليومي اللي كنا نعتني به بالبشرة ديالي. اول حاجه كنبدا بها، اول حاجه كنديرها البنات وهي كنمسح وجهي بهذا موز الميك اب. البنات واخا ما تكونوش دايرين الميك اب، كتمسحوا وجهكم بموز الميك اب. كندير شويه في كوطون هكا وكندوز على الوجه ديالي كامل. هذا البنات خديته من كريت فاتر، موجود في جميع المحلات، فايت هضره لكم عليه. سميتو الناس ديال المغرب، كيتباع في مارجان، كافور. كنمسحو جهكم بالراحه، ما تجبدوش. من بعد ما مسحت الوجه ديالي كندوس باش كنغسلو بغسل الوجه حتى هو من كارني. هذه حتى هي كارني البنات، ما فيهش بارفوم او ما فيهش حتى بارابين. وكندوس كنغسل وجهي بهاد غارنيير البنات، زوين بزاف، منه غسول ومنه مقشط بزاف. هذا حتى هو كنديرو شويه في هاد لابغوس اللي انا فايت خديتها من بانغود. البنات تقدروا تاخدوها من لي سايت، ما عرفتش فين كتبها في المحلات الصراحه. كان انا خديتها من بانغود، صراحه زوينه، وكتزيدي وتنقصي وكدير لك الشارج بزاف. شارجيتها مره من نهار جات، واخا تشوفوها فيها هاد البلاصه ديال بريز، ها هي مغطيه يعني قابله توصل للماء. كنبللها شويه وتندير فيها شويه ديال غسول الوجه بحال ما هكا. كنبلل الوجه ديالي دائما البنات، تغسلوا وجهكم بالماء دافي اولا الماء بارد، من احسن الماء بارد اللي كيحارب التجاعيد. الماء دافي مسخون كيدير كيكمش الوجه، واخا صعيب علينا باش نغسلو وجهنا بماء بارد، ولكن نصبروا واحد شويه ونغسلوه بالماء بارد احسن. دابا غادي ندوز باش نغسل الوجه ديالي. كنغسل لابغوسي الاولى، هي فيها السيليكون البنات، اللي ما تخافوش منها. الحاجه اللي فيها السيليكون ما كتجبش بكتيريا. وكندوز باش كنغسل وجهي ورجع معكم. من بعد ما غسلت وجهي كندوز كندير واحد الماسك لوجهي اللي كندير فيه ديجا انا درته معكم في القناه، كيلو واحد لون البشره كيحيد بقع الداكنه من الوجه، اللي هو ماسك ديال القهوه. ديما انا كنعتمد على القهوه بزاف في الجسم ديالي، فيت عطيتكم قماش طبيعي للجسم، قهوه وزيت الزيتون والحامض وشويه العسل، تنديرهم ماسك لوجهي دائما، ماشي دائما مره في الاسبوع او جوج مرات، انا كندير جوج مرات. المهم غادي ندوز نطبقه على الوجه ديالي هكا. انا كندير بزاف وكنخليها في الثلاجه. كدي ليا اسبوع من جوج مرات كنديرها في الوجه ديالي، ومره كنديرها قماش الجسم ديالي فاش كندخل ندوش. ما ندير وجهي كامل ونرجع معكم.
البنات 15 دقيقه وكنغسلها. دابا غادي نمشي ندير شي حاجه بما فاتت 15 دقيقه وعاد غادي نجي باش نغسلها. المهم دوز 15 دقيقه ورجع معكم. من بعد الزوينات ما دازت 15 دقيقه كندوز كنبدا ندير عمليه تقشير شويه عمليه تقشير. بالنسبه لهاد الروتين اللي كنوريكم كنديرو يوميا الا القهوه هذا هو الروتين ديالي اللي كندير يوميا في المساء قبل ما نمنس. المهم غادي ندير قماش الوجه ديالي كنعاود نغسلها بهذا الصابون. غسلت به الوجه ديالي باش يتحيد مني داك سميتو الزيوت الزيت اللي كان فيها. المهم داكشي كامل غسلتو باش ما يبقاش فيه الزيت في وجهي حيت كيكون الزيت غالب بزاف على العسل. لهذا انا غسلت الوجه ديالي بالصابون. دابا غادي ندوزو لعمليه الترطيب، ولكن قبل ما غادي نرطب غادي ندوز باش غادي نغسل الاسنان ديالي. حاليا كنستعمل هاد اوغاربي كومبليت، كندير معاه قليل من هذا الفحم اسود. ديجا وريتكم الوصفه ديال تبييض الاسنان، كنت وريتكم الوصفه ديال تبييض الاسنان دونتيفريس مع الفحم الاسود. الفحم الاسود البنات حتكم غتكتفيو بفحم عادي اللي كديروه به الشواء، اللي كديروا مع هذاك اللي كتشويو به، فحم عادي الفاخر كدقيه وتغربليه حتى يولي ملين. دابا غادي ندوز باش ندير قليل في شيت السنان، فرشه الاسنان ندير فيها قليل من الدونتيفريس معجون الاسنان، وكندير قليل من الفحم الاسود غير شويه البنات. من بعد ما دازت واحد 3 ديال الدقائق ديال حكا الاسنان، دابا غادي ندوز لعمليه الترطيب الوجه. استعملوا اي مرطب كيوافق لكم البشره ديالكم، ضروري من الترطيب من وراء الغسيل ضروري الترطيب. والبنات اللي نوصيكم ضروري ما يكون عندكم غسول الوجه اللي كيتوافق لكم مع البشره ديالكم، سينو ما غاديش تشوفوا البشره ديالكم كيف نتوما كتبغيو. دابا غادي ندوز باش نرطب الوجه ديالي. كنكون ساليت لا فيديو ديالي، كنقول لكم شكرا بزاف لانكم نتوما اللي طلبتوا مني ندير هذا لا فيديو. ماشي كلكم ولكن بعض البنات اللي طلبوا مني جبت لكم روتين مسائي عادي جدا ضروري من مزيل مكياج، من وراه ضروري غسول الوجه، وضروري جوج مرات في الاسبوع ماسك للوجه يكون طبيعي جدا جدا. شوفوا نتوما شنو بغيتوا، بغيتوا قهوه؟ هذه اللي درت معاكم كاين بزاف الماسكات اللي هما طبيعيين وانتوما تواموا ليكم مع البشره ديالكم. انا هذه القهوه هي اللي حاليا موالماني، ومن بعد ضروري ما كنغسل الوجه ديالي عاوتاني، ومن بعد ضروري الترطيب. هذه البنات كان روتيني المسائي اليومي. كنتمنى ينال اعجابكم، وقولوا لي في الكومونتير تحت اشمن الفيديوهات بغيتو تشوفوا. سناء كتحماق عليكم وكتبغي ديما تلبي لكم الطلبات ديالكم. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله كنحماق عليكم.